حتى الاولاد كانوا داروا لا مارش، كانوا في رحله، كيعادوا راجعين مروحين، باه يقطعوا الطريق، قطعوا لا بارتي الاولى تاع الطريق وقعدوا فوق لا بوردير. جا واحد الكاميو ماشي بسرعه كبيره، غلبته السياره نتاعو، طلع عليهم في التروطوار قاسهم وعاود هبط. الاولاد دركا كاين دوك تقريبا كاين 10 خرجوا البارح، تسمى كانوا الحالات تاع الاصابات تاعهم مش كبيره بزاف، خرجوا البارح. كاين زوج والله ثاني دوك ممكن يخرجوا اليوم. عندنا واحد راه في الفوق في البلوك اوبيرا البارح ثاني الايموراجي اللي دخلوا الحمد لله، عنده شويه جرح في الطيحه البرك، مازالوا شويه فراكتير ولا بالك غدو ان شاء الله يخدموها له. كاين هذا ثاني عنده فراكتير بالك غدو ان شاء الله يطلعوا البلوك باه يخدموها له. وعندنا زوج راهم في الباز الفوق عندهم ثاني ضربات الداخل في الكرش هنا، ممكن طيحه له الكبده. دوك حنا كيما جينا طالعين بالرحله الخلويه تلاقينا واحد كيماك كاميو ارسون سيت كدير ابا سيت كتا طول دخل فينا حنا. هو سقسيناه كان يهضر قالك ما فوقتش مره حتى كي حليت عينيا لقيت روحي لهن، ما على باليش مسكين كيفاش صارت مره.